سلام، مرحبا بكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير. الفيديو تاع اليوم راح ندير لكم طريقه تفصيل نصف كلوش والكلوش والدبل كلوش. نحتاجوها في الفساتين، نحتاجوها في تفصيل ليمونش الكلوش ولا في المراوح تاع الصيف. حاجه راح ناخذوها هو القياس اللي راح نبداو به. اذا كنا راح نديرو تفصيل تاع الكلوش ولا نصف كلوش ولا دبل كلوش للفستان، راح ناخذو قياس دوران الخصر، يعني الدوران هو فيه الامام وفيه الخلف. في حالة ما اذا كنا راح نديرو موديل تاع مراوح بنفس الطريقة، راح ناخذو الطول من الكتف حتى النقطة اللي حابينها في الطول هنا، وناخذو القياس على اثنين، يعني نجمعو القياس تاع الطول تاع الامام تاع الكتف هنا، تاع تحريفة الابط عفوا، ونتاع الخلف. راح نبدأ بطريقة نصف كلوش. نفرض هذه قطعة نتاع القماش، هذا راح يكون الطول وهذا راح يكون العرض. راح نطوي العرض هكا على الطول، من بعد نزيد نطوي مرة ثانية، يعني هنا نكونوا طوينا القماش على أربعة. بهذا الشكل، من بعد ناخذ الدوران تاع الخصر ولا الدوران تاع الذراع، ايا كان القياس اللي حابين نستعملوه. راح نحطو القياس تاعنا بحيث تكون الجهه هذه مساويه للجهه هذه، يعني هنا نفرضه لقيتو 20 سنتيم ولا 10 سنتيم، هنا تلقاو نفس القياس. من بعد نحدد الطول اللي حباته من نقطة الخصر حتى النهاية، الطول المرغوب. نفرض هنا أنا هنا القياس عندي 10 سنتيم، راح نزيد نمشي شوي من نقطة الخصر هذه ونزيد نعين نقطة أخرى فيها 10 سنتيم، ونزيد نمشي شوي ونزيد نعين 10 سنتيم، بيجيني القياس متساوي. أنا هكذا راح نقص القماش، نزيد نقص من جهة الخصر، بهذا الشكل نكون تحصلنا على النصف كلوش. احنا هنا في التفصيل تاع الكلوش ولا النصف كلوش ديما الخياطة راح تجيني على جهة واحدة، وهنا من المفضل انكم تديروها على جهة الظهر، يعني كي تعود عندك خياطة واحدة مش راح تديريها على الجنب، راح تعود عندك بهذا الشكل. يعني هنا لازم العروب تاعك تكون فيها خياطة في الظهر. هذه هي الطريقة لتفصيل نصف كلوش. الطريقة تاع الكلوش راح تكون مختلفة شوي. هنا هذا راح يكون عندي هو الطول، وهذا راح يكون عندي العرض تاع القماش. اول حاجة نطوي القماش تاعي على اثنين، من بعد نروح عند الجهة المغلقة وهذه الجهة المفتوحة ونطوي القماش هكذا. لاحظوا معي هنا، نعاود لكم، عندي هذا هو الطول وهذا هو العرض تاع القماش. احنا حطينا القياس نتاعنا، اول حاجة القماش على اثنين، من بعد اطوينا الزاوية من الجهة المفتوحة حتى الجهة المغلقة كما هكذا. بنفس الطريقة كما قلت لكم، اذا كنتوا راح تحطوا قياس نتاع دوران الوسط ولا دوران الذراع ولا دوران نتاع الابط، يعني ايا كان الموديل اللي راح تستخدموه، الدوران تاعكم تحطوه القياس تاعكم، نفرضوا هذا هو القياس، تحطوه على أربعة، يعني كيما طويتوا القماش نتاعكم على أربعة القياس تحطوه على أربعة. نفرضوا أن القياس تاعنا هذا هو، نحطوه بهذا الشكل، يكون شوي دائري ما يجيش بخط مستقيم. احنا هنا كي نحطوا القياس نتاعنا بهذا الشكل يكون شوي دائري، كيما قلت لكم لازم الجهة هذه تكون مساوية للجهة هذه وحنا نحطوا في القياس. نديروا علامة هنا للقياس تاعنا، وديما كي تجو تتاكدوا تحطوا المتر تاعكم وتهزوا القياس، اللي لقيتوه هنا لازم يكون نفسه هنا،
انا هنا نفرض عندي هنا 5 سنتيم، نحط هنا 5 سنتيم ونزيد نجي من المنتصف نحط 5 سنتيم، هكا يكون القياس تاعي صحيح. من بعد نحط الطول نتاع من الخصر للاسفل، سواء ايا كان الطول يكون طويل ولا قصير. انا هنا راح نعين 8 سنتيم قياسات برك باه نوضح لكم طريقه تاع الحساب. نزيد نمشي شويه هنا ونعين 8 سنتيم حتى نوصل للنهايه هاك. انا هنا راني قصيت وشوفوا هنا كيفاه يخرج لنا الكلوش. راح نوضح لكم هنا الفرق برك بين الكلوش والنصف كلوش. شوفوا هنا كيفاه كاين اختلاف. راح نحط الزاويه هذه مع الزاويه هذه، هنا تلاحظوا الاختلاف بيناتهم. هذا راه واضح باللي هو المنتصف نتاع الكلوش. دوكا ننتقلوا عند الطريقه الثانيه واللي هي دوبل كلوش. قطعه تاع القماش راح نطبوها على المنتصف هكذا، من بعد نزيد نطويها على 4. هذا هو الاختلاف اللي راح يكون بين الكلوش والدوبل كلوش. من بعد نجيب القياس نتاعي، راح نجو هنا عند جهة المغلقة كما راكم تشوفوا هنا، ونعين القياس نتاعي تاع دوران الخصر كما قلت لكم، بحيث تكون الجهة هذه مساوية للجهة هذه. من بعد نحدد الطول نتاعي، انا هنا ندير 6 سنتيم. البنات هذه الطريقة تاع الدوبل كلوش، اذا كنتوا راح ديروا بها فستان فيه قصة على الخصر راح يدي لكم ياسر القماش. الدوبل كلوش هذه تدي ياسر القماش، حتى مش كيما النصف كلوش ما يديش ياسر القماش. انا هنا راح نفتح الباترون تاعي، شوفوا هنا كيفاه تحصلنا على فستان ولا الجهه السفليه تاع الفستان تكون فيها امواج ياسر. انا هنا راح نفتح على جهه واحده اللي راح تكون فيها الخياطه، ونعاود نحطها هكا في المنتصف لانه هنا الخياطه راح تجي في الظهر معايا. هنا طريقه تفصيل نصف كلوش والكلوش والدوبل كلوش، ان شاء الله تكون الطريقه واضحه. كما قلت لكم تقدروا تستخدموها في الفساتين، في ليمونش، في المراوح، خاصه الموديل اللي خرج الصيف هذا راهو شيء ياسر بالمراوح اللي يكونوا شكل حلزوني ولا فيهم امواج ياسر. ان شاء الله البنات تكون استفدتوا من الطريقه هذه، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد.